أنا فلانة عندي 35 سنة واتخطبت مرة واحدة وما حصلش نصيب، ومن ساعتها مش بيجي حد مناسب خالص. نشكر ربنا، ربنا بيسترها معايا كل مرة، بلاقي ناس تعرف الشخص وبعرف حاجات مش مناسبة خالص، زي مرة واحد نصاب، ومرة واحد عصبي جدا لدرجة انه بيمد ايده على الناس في الشغل، ومرة حد مش سوي نفسيا من اول التعارف هو عايز يلمسني ويبوسني وكل ده ومش مناسب ليا. اخر واحد كانت الدنيا ماشية كويس، واول ما قلت له هتيجي البيت امتى بعد 4 شهور تعارف، قال لي انا عايز احب ومش هتقدم دلوقتي، مش قبل سنة، رغم انه لما قابل اب اعترافي قال له قدامي انا اول مرة اكمل مع حد وابقى مرتاح كده، انا والدي ووالدتي ناس بسيطة ما كانوش بيتكلموا معايا وانا صغيرة، وبعد الجامعة ما كنتش فاهمة قوي، بس دلوقتي بقيت متفهمة اني اشوف اي حد يجيلي واعمل اللي عليا للاخر، بس اللي بيحصل لي بيخليني يجيلي احباط او احس ان في حاجة غلط او معمول لي حاجة زي عمل يعني، رغم اني كل اسبوع بتناول، وبقت معايا مية لقان بشرب منها على طول، بصلي المزامير، صلي لي يا ابي واديني ارشاد اعمل ايه. شوفي يا بنتي، انا هقولك على حاجة، لو ربنا رايد انك هتتجوزي هتتجوزي، ولو ربنا رايد انه يبعتلك انسان كويس هيجيلك الانسان كويس. انت ارتبطي بربنا قوي وما تفكريش في موضوع الجواز. وانا دايما اقول لو واحدة او واحد بالذات البنات ما تتجوزش افضل 1000 مرة من انها تتجوز كل شيء كان وتتقلب حياتها جحيم وتفضل تعيط بقية حياتها لانها اتجوزت غلط. هتقولي لي طب وليه ما اتجوزتش صح؟ اقولك ممكن مجرد صلي واطلبي من ربنا ارشاد، وهو ربنا في الاخر هيديكي. لكن مفيش حد يغير شجرة اللي ربنا حاططها في ذهنه. يعني قابلت واحد دكتور بيشتغل في المناظير والاطفال الانابيب وكده، فبيقول يا ابونا احنا وصلنا لدرجة 99.9 يعني 99.9% يعني 99.9% نخلي اي حد يولد، اي حد يجيب عيال الا حالة واحدة بس. قلت له ايه هي؟ قال لي ربنا يقول لا. قال لي لما نعمل المستحيل ربنا قال لا، يعني لا مش هيجيبوا عيال، مش هيجيبوا عيال. قال لي وانا بشوفها كل يوم، هل ربنا موافق ولا مش موافق؟ احنا بنعمل اللي علينا. قال لي والعلم وصل لحاجات كتيرة جدا، يعني ممكن نخلي اي حد يبقى حامل او عنده عيال، لكن في الاخر ربنا يقول ماشي انا موافق او لا. فقال لي كتير قوي يبقى الراجل سليم والست سليمة والبويضة سليمة والسبرم كل حاجة سليمة 100%، وربنا قال لا لما نعمل ايه مش هنجيب، يعني مش هنجيب. بيحكي لي واحد ان هو قعد حوالي 7 سنين يروح للدكاترة عشان يجيبوا عيل، لغاية ما كبروا في السن قوي هو ومراته، بقى هو عنده I think 52 مثلا، ومراته عندها 48 سنة، كبروا قوي ما عندهمش عيال. الدكتور اخر مرة اداهم الفلوس تاني، ادهالهم باك، رجع لهم الفلوس وقال لهم انا ضميري مقنمني ان انتوا بتقولي بقالكوا سنين طويلة قوي، بس انا بقول لكم انا اسف، انتوا استحالة تولدوا، خلاص انتهى الموضوع، ما تتعبوش نفسكم. فراح الراجل ومراته قالوا خلاص لدم الطب عجز خالص، لتكن مشيئة الله، لو عاوز يدينا عيال يدينا، ما يديناش خلاص احنا مش هنعمل حاجة. بعدها بشهرين الست حامل، كانت حامل. فالراجل سأل ربنا وقال له يا رب هي مراتي حامل بسبب الأدوية اللي كانت بتاخدها بقالها 7 سنين ولا حاجة، ولا عشان انت قررت تدينا عيال؟ طب انا هطلب منك طلب غريب يا رب، عاوز اشوف بجد منك ولا من الدكاترة، انت شايف انا شكلي ايه وعناية شكلها ايه؟ ومراتي نفس الحكاية، لو البيبي اللي جاي ده من ايدك انت اديني علامة واحدة، يطلع عينيه زرقاء وشعره اصفر.
ما فيش حد في عيلتنا كده. راح ربنا مديهم بيبي في منتهى الجمال، عينيه زرقاء وشعره أصفر وكأنه مش ابنهم خالص خالص. ده عشان ربنا يقول له أنا اللي مديك البيبي وأنا اللي سامح بيه. عشان كده بنتي أنا بقول إن أحسن كتير قوي إن أنت ما تتجوزيش من إنك تتجوزي جوازة متعبة. وعاوزك تنتظري كده عمل ربنا، لأنه ربنا في الآخر هو اللي هيقول كلمته وهو اللي هيبعث لك الإنسان المناسب. فأنا مش عاوزك تستعجلي، انتظر، تشجع وتشدد وانتظر الرب وهو ربنا هيشتغل.